السلام عليكم، معكم كلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب موجود تحت الفيديو وفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. طبعا لا تنسوا تشوفوا المقطع للنهاية لأن بقترح لكم فيلم، وغير هذا راح يكون في بث مباشر اليوم على تطبيق لوبز الساعة 4 بتوقيت الكويت ومكة المكرمة، يعني تقريبا بعد ساعة وكم دقيقة. وجد هالبث هذا لا تطوفونه لأن راح يكون موضوع البث عن سوالف مرعبة، وغير هذا راح أتكلم عن تجربتي مع الإسقاط النجمي اللي هو يقول إنه تطلع روحك وتسافر دولة ثانية أو شيء كذي. فأنا صراحة ما جربت هذا الشيء بس صار لي موقف من هذا الشيء، وراح أقول هالموقف هذا بلوبز. فإذا أنت لحد الحين ما حملت تطبيق لوبز بس عليك تنزل تحت بالديسكربشن وتحصل رابط تطبيق لوبز وتضغط عليه وراح تحمله. اما الحين خلونا نبدا بقصتنا اليوم. قصتنا اليوم راح تتكلم عن حياه المجرم دانييل باربوسا اللي معروف عنه انه قصير ومكار وانه اشهر الناس اجراما وطغيانا، والمعروف عنه انه يكره البنات كره مو طبيعي، ويقولون عنه انه هو انسان ما ملك من انسانيته الا الاسم، يعني انسان بالاسم فقط، لانه كان يقتل ويغتصب ويخدع. علشان كذي لما قريت قصته طرا على بالي مقوله او يمكن تكون ايه قرانيه او حديث شريف ما ابي احرف، اللي هي يا من تفسد في الارض تذكر دائما ان الله اقوى. اما الحين خلونا نتعرف على دانييل ونتعرف عن طفولته ونتكلم عن السلسلة الإجرامية اللي سواها. انولد دانييل في 22 يناير سنة 1930، وانولد في إحدى مناطق جبال الأنديز. ويقولون للأسف دانييل ما قدر إنه يعيش مع أمه لأن أمه ماتت قبل لا يكمل عمره سنة، فحتى ما يعرفها أو بالأصح ما مدى يتعلق فيها. وكان أبو دانييل مدمن على الكحول وما يهمه بالدنيا هذه ولا شيء إلا بس شيء واحد، شلون يوفر الفلوس علشان يشتري الكحول. فبما إنه مدمن على الكحول لأبعد الحدود كان يعنف دانييل تعنيف مو طبيعي. المسكين دانييل كان حيل يتأذى منه. فبعد فترة أبو دانييل قرر إنه تزوج، وللأسف ما لقي يختار إلا هالمرة اللي أقل ما يقال عنها متخلفة عقليا مجنونة. كانت هذه المرة عقيم ما تجيب عيال، وكان كل حلمها بالحياة أنها تجيب بنت، وبما أنها عقيم مستحيل أنها تجيب بنت، وكل ما يطلع على بالها أن هذا الحلم مستحيل تنجن زيادة وتفقد الأمل. فكانت تتخلي كل حرتها أنها تطق دانييل وتعذبه. سكان المنطقة احتادوا أنهم يشوفون دانييل يمشي بالشارع وهو لابس ملابس نسائية وغصب عنه مو بكيفه. وهم بعد دانييل تعود أنه يمشي بالشارع ويشوف الناس كلها تضحك عليه، كل هذه بطفولته. وبعد هذا صار في تناوب بين أبو زوجته على تعذيب دانييل وضربه، وكانوا يمارسون معاه جميع أساليب العقاب الجسدية، طبعا هذا غير العقابات النفسية. وتخيلوا وصل الأمر فيهم أنهم قاعدون على دبابيس. طبعا ابو دانييل كان عنده شيء مو مهم ان دانييل يدرس او لا او انه حتى يتثقف، كان هذا بالنسبه له شيء تافه ومو ضروري دانييل يدرس او لا. كان ابو دانييل مثل ما قلت لكم كل شيء المهم بالحياه عنده انه يشرب الكحول، فكان عنده اهم شيء ان دانييل يشتغل ويعطي ابوه الفلوس عشان يشتري الكحول، هذا كل هدفه بالحياه. فبالفعل هذا اللي سواه ابو دانييل، طلع دانييل من المدرسه بمرحله مبكره وخلاه يشتغل بسوق العمل، وهناك دانييل لما يشتغل ياخذ اجر يعني فلوس ويروح يعطي ابوه يشتري الكحول. كل هذا الضرب والاستهزاء والتعذيب والظلم والتهميش والحرمان والضيق والقهر، هذا غير انه يتيم اللي راح يدفع ثمن كل هذه الاشياء، المجتمع اللي راح يروح لدانييل، اي مجتمع بالعالم اي مكان دانييل راح يطب فيه راح يخلي المجتمع هذا يدفع الثمن كل هالاشياء السيئه اللي صارت له بطفولته. يقول لكم اهل الاختصاص ان الاسره هي الخليه الاساسيه عشان اذا تبي تبني مجتمع ناجح، ونجاح المجتمع من نجاح الاسره، وان اي تفكك بالاسره راح تنمو هذه الخليه علشان تصير مثل السرطان اللي يدمر المجتمع. فعشان كذي اذا انت ابو او انت ام قاعد طالعيني لا تفكر ان تعنيفك حق طفلك او سوء المعامله مع طفلك راح تبني طفل ناجح قدوه، لان تعنيفك وضربك وتهميشك حق الطفل راح يبني مجرم مثل بطل قصتنا دانييل اللي الحين راح تسمعون سلسله الجرائم وتنصدمون ان هذا الطفل اللي كان المسكين. شوفوا شنو صار بعد هالطفوله الحزينه اللي عاشها دانييل مع ابو سكير وزوجه ابو مجنونه. هذا هو دانييل وصل عمره 28 سنه وبدا سجله الاجرامي باول جريمه له اللي هي لما تم القبض عليه بتهمه السرقه سنه 1958 في مدينه بوغو الكولومبيه، لكن طلع من السجن بسرعه لانه كانت تهمه سرقه. وبعد ما طلع من السجن ارتبط بعلاقه عاطفيه مع مره، هالمره هذه كانت منفصله عن زوجها وعندها طفلين اسمها اليسيرا، بس للاسف العلاقه ما تمت، على طول راح ارتبط بوحده ثانيه. هالوحده الثانيه هذه كانت مقاربه حقه بالعمر بعكس اليسيرا اللي كانت اكبر منه. هالبنت هذه اسمها اسبيرينزا، كان دانييل حيل يحبها ويعشقها. فعلشان كذي لما دانييل اكتشف انها مو عذراء عصب حيل وزعل لان هذا الشيء ما يناسبه. فعشان كذي اسبيرينزا عطت دانييل حل، وهالحل مثل ما قالت لي يرضي الجميع، قالت انا راح اجيب لك بنات صغار ويكونون لحد الحين ما فقدوا عذريتهم، وانت يا دانييل تغتصبهم بس بشرط ان اكون انا على ذمتك وزوجتك. مو مشكله اجيب لك البنات هذول تغتصبهم وتفقدهم عذريتهم، بس انا تخليني على ذمتك ما تطلقني. طبعا دانييل ما صدق على الله ان جته مثل هالفكره، وبداوا التنفيذ ودانييل اغتصب اربع بنات عمرهم ما تعدى 13 سنه، طبعا بمساعده سبرينزا زوجته اللي كانت تخدع البنات وتستدرجهم حق الشقه، وهناك بالشقه تخدرهم بحبوب منومه، بعدها تقدمهم حق دانييل علشان يغتصبهم. ومثل ما عرفوا
ومثل ما يقول المثل انه مو كل مره تسلم الجره. وهم بعد في مثل ثاني يقول دوام الحال من المحال، يعني اكيد راح ينصادون، مستحيل راح يدوم عليهم هالحال. انا قلت لكم اغتصب 4 بنات، اما البنت الخامسه وهي بالتخدير صارت واعيه وعرفت ان دانيال قاعد يغتصبها. اما البنات الثانيين الاربعه اغتصبهم وطلعوا من البيت وهم ما يدرون لانهم كانوا مخدرين، فما يدرون انهم فقدوا عذريتهم. اما هالبنت الخامسه وعت وهي بالتخدير، فبعد ما طلعت من الشقه راحت بلغت الشرطه. فبعد ما بلغت الشرطه تحركت الشرطه الكولومبيه وراحت القت القبض على دانيال وزوجته وحطوهم بالسجن لمده 3 سنوات. وطبعا بهذاك الوقت دانيال كان جدا وقح واعصابه حيل بارده، لدرجه لما القاضي عطى الحكم اللي هو السجن 3 سنوات قال دانيال حق القاضي شكرا، كان مبتسم مستانس، يعني شكرا انك عطيتني 3 سنوات فقط، لان دانيال كان متوقع اكثر من كذي بما انه اغتصب 4 بنات او بالاصح 5 بنات وافقدهم عذريتهم ودمر حياتهم. فعشان هذه الوقاحه وبروده الاعصاب من دانيال خلى القاضي يعصب، فعشان كذي رجع القاضي وسوى المحاكمه مره ثانيه وخلى السجن بدال 3 سنوات 8 سنوات. وبهذه 8 سنوات اللي قعد فيها دانيال بالسجن بدل لا تخليه بعد ما يطلع من السجن يصير رجل صالح، خليته يصير افسد من قبل ويكره النساء اكثر من قبل وينطر على نار اللحظه اللي يطلع من السجن فيها عشان يكمل الجرائم اللي بيسويها. وفي سنه 1973 وبعد ما خلص دانيال حكمه بالسجن تم اطلاق سراحه وراح حق بلاد يسمونها بلاد السامبا في البرازيل. واول ما وصل بلاد السامبا القت السلطات البرازيليه عليه قبض لانه ما كان يمتلك مستندات اللي هو جواز سفر اثبات، يعني مسافر بطريقه غير قانونيه. وبعد فتره سوى له هويه مزوره وسافر فيها، فرجع حق ديرته كولومبيا بالتحديد في مدينه بارانكويلا واشتغل فيها بائع متجول يبيع تلفزيونات. ومثل ما يقولون رجعت حليمه لعادتها القديمه، وطبعا انتم تعرفون شنو عاداتها القديمه اللي هي اغتصاب. بس الحين قال دانيال توبه اني اغتصب وحده واطلعها حيه، اذا بغتصب وحده لازم اقتلها عشان ما اتكلم وما ارجع اكرر قلطتي مع اللي قبلها اللي كنت اغتصبهم وخليهم يطلعون. ففي عام 1974 في شهر مايو خطف دانيال بنت عمرها 9 سنوات واغتصبها وجردها من عذريتها، ومو بس كذي افقدها حياتها قتلها، فصارت كل الجرائم اللي راح يسويها راح يغتصب ويقتل. فيقول لكم دائما المجرم لما يسوي الجريمه يفتر حوالين مسرح الجريمه، فهذا اللي كان يسوي دانيال. بما ان قلت لكم دانيال كان يبيع تلفزيونات فنسى تلفزيون واحد عند الجريمه، فرجع علشان ياخذ التلفزيون. وهو راجع في شرطي لفت انتباه دانيال وشكله، فقعد يلحق دانيال لين دانيال وصل عند التلفزيون وكانت جنب الجثه، شاف الشرطي والقى قبض عليه. وهناك سووا التحقيق مع دانيال واعترف انه اغتصب البنت وقتلها وحكموا عليه بالسجن لمده 30 سنه. وما سجنوا باي سجن، سجنوا بسجن يسمونه سجن جورجونا. المعروف عن هذا السجن انه شديد الحراسه وموجود بجزيره، هالجزيره هذه كلها ما فيها ولا شيء الا هالسجن. شوفوا رغم ان دانيال قتل واغتصب اكثر من 80 بنت ما ثبتوا عليه الا هالجريمه هذه اللي هي اخر وحده. وتخيلوا ان هذا السجن رغم ان السجن عليه شديد الحراسه وبما انه بجزيره فكان في اسماك قرش يسمونها اسماك القرش الضاريه، هذا النوع من اسماك القرش يدور اي شيء بس يحط اسنانه عليه، يعني حتى لو كان شبعان ياكلك، بالعربي ما يطوف شيء. فكانت هذه اسماك القرش دائما تدور حوالين هذه الجزيره، يعني مستحيل احد يقدر ينحاش. ولكن مثل ما يقولون كلمة مستحيل مو موجودة أبدا بقاموس دانيال. دانيال قاعد بهذه الجزيرة بالسجن لمدة 10 سنوات يدرس الجزيرة ويدرس أوضاعها عشان يفكر شلون ينحاش. فنطر دانيال إلى أن جت اللحظة اللي يقدر ينحاش فيها. بهذه الفترة كان رجال الأمن بغفلة عنه، فاستغل هذه الفرصة ونحش من هذه الجزيرة عن طريق قارب متهالك يعني متكسر. فالسلطات الكولومبية ما كلفت على نفسها عشان تبحث عن دانيال، وعلى طول أعلنوا وفاته أنه مات، وكتبوا في عناوين كل الجرايد أسماك القرش التهم الوحش. وبهذا الوقت دانيال وصل لمرحله يسمونها مرحله الهلاك، خلاص قرب يموت، لا اكل لا شرب، وهو موجود بنص البحر يدور على اقرب يابسه على الاقل يروح عندها. حتى واخيرا الى ان شاف ارض كانت بالنسبه له هذه اسعد لحظات حياته وراح حق هذه الارض. هذه الارض طلعت شواطئ البرازيل وقاعد ينتقل من مدينه لمدينه في البرازيل الى ان وصل في مدينه كيتو بالاكوادور. والمعروف عن هذه المدينه ما ينقصها مجرمين، فيها مجرمين للراس. المعروف عن هذه الاكوادور فيها نسبه جرائم عجيبه ومرتفعه بشكل محير، رغم ان عدد كانها قليلين الا ان جرائم القتل صارت عندهم امر روتيني. حتى خبراء السياحه يحذرون اي شخص انه يطلع بعد المغرب بهذه الدوله. الحين خلونا نرجع حق بطل قصتنا دانيال وشنو صار عليه. دانيال بعد ما وصل الاكوادور ومثل ما قلت لكم من قبل الله يكون بعون اي مجتمع راح يروح لدانيال، وبالفعل اقل من اسبوعين بالاكوادور في 18 ديسمبر سنه 1984 خطف دانيال بنت عمرها 9 سنوات بمدينه اسمها مدينه كافيديو، وسوى مثل ما يسوي كل مره يغتصب ويقتل. في اليوم اللي بعده خطف وحده عمرها 10 سنوات وسوى مثل
ما كان يسوي. وكل يوم عن يوم قامت تصير في حالة اغتصاب وحالة قتل، وشرطة المدينة هذه مو قادرين يوصلون الحل، مو قادرين يعرفون من القاتل، وهم بعد مو قادرين يعرفون شنو سبب الوفاة، لأن كان دانييل يقتلهم بالخنق، فالخنق ما يبين بالطب الشرعي، فكانوا ما يدرون إذا ماتت خنق أو ماتت من الاغتصاب أو ماتت بطريقة ثانية. إذا نبي نتكلم عن دانييل ونبي نتكلم عن بنيته الجسدية، دانييل كان جدا ضعيف وكان قصير وكان شكله كبير بالعمر، يعني ما عنده هذه القوة. تخيلوا أنه كان رجال بأواخر الخمسينات. يقول لكم الناس لما كانت تشوفه كانت تدمع عينهم حق حالته، إن الرجال فقير مسكين، ويقولون الله يكون بعونه. دانييل كان شخص سيكوباتي، وتكلمتكم من قبل عن شخصية سيكوباتية اللي أقل ما يقال عنها إنها شيطان على شكل إنسان، تقتل القتيل وتمشي بجنازته، دائما تشوف على شكلهم البراءة ويكسرون خاطرك، بس هم من داخلهم أنجس خلق الله وكل شيء بشع يسوونه وما يحبون أحد بالحياة. فهذا كان بالضبط ينطبق على دانييل. تخيلوا دانييل كان يشيل كتب الدينية ويوزعها حق الناس، أنتوا متخيلين هذا الشيء؟ وهم بعد تخيلوا يمسك الأطفال يضحك معهم يلعب معهم، عشان كذي الأطفال كانوا يرتاحون له وما يخافوا منه، فعشان كذي كل هذه الأشياء كانت تبعد الشبهات عنه إنه يكون هو القاتل. إذا تبون الصج، من يشك برجال كبير بالعمر يمشي مع طفلة صغيرة؟ فالناس لما كانوا يشوفون مع بعض يقولون كأنه بنت مع جدها. سلسلة جرائم سواها بكذا مكان موجودة بالأكوادور، في مدينة غواياكيل ومدينة كيتو ومدينة أمباتو ومدينة ماتشالا ومدينة نوبول وأخيرا مدينة كافيديو. كل هذه المدن سوا فيها جرائم واجد، والسلطات خلاص وصلت لمرحلة اليأس، منو هالمجرم الجريء اللي يقدر يسوي كل هالأشياء؟ من الأخير السلطات انجنت. الشيء المحزن إن كل البنات الصغار اللي كانوا يروحون مع دانييل كانوا يروحون معاه علشان يعطيهم قطعة حلوة. تخيلوا، ما كانوا يدرون إنه راح يعطيهم خسارة حياتهم، يقتلهم. مثل ما يقول لكم الجوع كافر والفقر أساس كل علة، يعني أنتوا سمعتوا قصص واجد عن سفاحين قلت لكم إياها، وكلها فيها عبرة. معظم السفاحين انولدوا فقراء وتربوا بأسرة متفككة، وكانوا يتعرضون للتعذيب والاستهزاء وأشياء واجد من ضغوطات هذه الحياة، فكانوا دائما لما يأخذون ضحايا يأخذون ضحايا نفس حالتهم لما كانوا صغار. المهم دانييل كان ينام بالحدائق العامة، وكان لما يقتل الطفلة يأخذ ملابسها يأخذ أي شيء عندها يقدر يبيعه، حتى لدرجة إنه مرة من المرات باع قلم، فلما يبيع الأقلام هذه يشتري أي شيء يأكله. وبما أن بداية القصة قلت لكم إن دانييل شخص ماكر أو مكار، تخيلوا كان يلبس كذا ملابس، فلما يقتل الضحية ويصير دم الضحية على ملابسه يفسخ الملابس ويقطها ويمشي، وإذا كان إيده فيها دم ما يلقى مكان يقسل فيه، لأن إذا قسل بأي مكان ممكن أحد راح يشوفه، فكان يبول على إيده. وطبعا مثل ما قلت لكم إن الشرطة المحلية اللي هي الشرطة البسيطة كانت شرطة ما عندها هذه المقومات إنهم يصيدون مجرم مثل دانييل، فتعبوا هذا التعب ما وصلهم حق خيط يوصلهم حق المجرم اللي هو دانييل، فهني استعانوا بالشرطة الدولية اللي هي بالإنتربول اللي معروفة بكفاءتها العالية، يعني أفضل من الشرطة المحلية بواجد. وفي 26 فبراير سنة 1986 وبعد ما قتل طفلة اسمها إليزابيث عمرها 9 سنوات، طبعا قتلها بعد ما اغتصبها وأخفى الجريمة، وبعد ما راح عن مسرح الجريمة شرطة الإنتربول كانت تدور بهذاك المكان، فما حسوا بالراحة من شكله، فراحوا ألقوا القبض عليه. بعد ما ألقوا القبض عليه لقوا معاه جنطة، كانت جنطة سفر. لما فتحوا جنطة سفر لقوا داخل فيها ملابس كلها دم، ملابس الطفلة. فهني شرطة الانتربول عرفوا ان هذا الشخص اللي كانوا يدورونه من زمان اللي هو المجرم اللي قتل ضحايا واجد، فراحوا ودوه حق اقرب قسم امني وبداوا التحقيق معه. اذا تبون صراحه الشرطه ما تعبوا بالتحقيق معه لانه هو قال كل شيء، ولدرجه انه وصف الجرائم بادق التفاصيل، وصلت فيه المرحله انه هو يوصف الجرائم يقولها باستهزاء، يعني مو حزين على الشيء اللي سواه، كان يضحك. فقال لهم عن 72 طفله اقتصبها وقتلها اعمارهم اقل من 13 سنه. في الحين دانييل موجود بالمحكمة وقاعد ينطر حكم القاضي، وأهالي الضحايا كلهم موجودين بالمحكمة ناطرين على نار حكم القاضي. وطبعا الله لا يقول، إذا أنت كنت واحد من أهالي الضحايا أكيد تبي إعدام وتبيه أسوأ إعدام عشان تبرد قلبك. في الحين أنت كمستمع حق القصة وسمعت إن في ضحايا واجد تعدى عددهم 130 ضحية كلهم أطفال تم اغتصابهم بشكل بشع، فتقول في احتمالين، الاحتمال الأول إنه يكون إعدام، الاحتمال الثاني إنه يكون سجن مؤبد. بس للأسف القاضي اللي بالمحكمة خيب ظن جميع الناس، أهالي الضحايا وكل الناس اللي قروا القصة أو سمعوا القصة، لأن تم الحكم على دانييل بالسجن لمدة 16 سنة فقط. شيء يصدم صح؟ بس شو نقول، هذه العقوبة أقصى عقوبة في قانون الأكوادور إلى يومنا هذا، يعني أي شيء تسوي بالأكوادور، أي جريمة بشعة تسوي بالأكوادور راح يكون أقصى عقوبة 16 سنة فقط. شيء يقهر لما يكون القانون ينصر القاتل، وشيء يقهر لما يكون عدد الضحايا 130 ضحية تم اغتصابهم وقتلهم والقاتل والمغتصب ينسجن لمدة 16 سنة. بصراحة شيء يقهر، دانييل حتى ما فكر إنه يحط له محامي، لأن بحد ذاتها أصلاً هذه عقوبة رحمة حقه، حتى ما يبي يطلب استئناف. شلون رحمة حقه؟ رحمة حقه بدل يعيش بالشارع يعيش بالسجن
مسكين معزز مكرب مكان نظيف ياكل 3 وجبات باليوم وهو بالشارع يمكن ياكل وجبه واحده باليوم ومرتاح. من الاخير دانييل اعتبر السجن انه فندق، لا وبعد فندق يمكن بالنسبه له 10 نجوم مو 5 نجوم، وهم بعد فوق ما انه اعتبره فندق حطوا له حراسه خاصه عشان يخافوا لا احد ينتقم منه، لان اهالي الضحايا بهذاك الوقت احس انجنوا انه شلون يتم اغتصاب بناتنا وقتلهم بابشع الطرق وان القاتل والمغتصب ينسجن 16 سنه فقط. المهم هذا دانييل اللي طقه وقتل وافسد استمر بسخريته على الناس وصار مشهور. تخيلوا ان واحد من الصحفيين جاي يسوي معاه لقاء صحفي قال له عطني 50,000 دولار وبعدها اسوي معك اللقاء. يقولون ان دانييل كان ينطر متى يطلع من السجن، ولما يطلع من السجن يصير عمره تقريبا بالسبعينات ويكمل حياته، بس مثل ما يقول لكم هذا الشيء مستحيل، اهالي الضحايا ما راح يسكتون، اذا الحكومه سكتت ورحمته اهالي الضحايا ما راح يرحمونه ولا راح يسكتون. ومثل ما يقول لكم اذا اخطا قاضي الارض فهناك قاضي في السماء الذي لا يخطئ، العداله سوف تظهر والحق سوف يعود لاصحابه ما دام الله موجود. في سنه 1994 13 نوفمبر كان دانييل قاعد بزنزانته ومنزل راسه وقاعد يفكر، انصدم لما مدت ايد من فوقه وكانت ايد لويس. لويس هذا يصير ولد عم احدى الضحايا، ولويس جاء حق زنزانة دانييل علشان ياخذ بثار بنت عمه، والجملة اللي قالها لويس حق دانييل وقت الانتقام قد حان، وقطع جسم دانييل بطعنات بصدره وخلى دانييل يجرب الشيء اللي سواه حق ضحاياه اللي كان يقتلهم بالطعنات بعد ما يقتل نفسيتهم باغتصابه. ومات دانييل بنفس اللحظة، مات دانييل بعد ما كمل عمره ال64. حياة دانييل بدت فقير مشرد معذب وانهاها بنفس الطريقة، الا ان الفرق بدايته فرضت عليه، اما نهايته هو صنعها بايده، قتل واغتصب 150 بنت بدون رحمة، فعشان كذي استحق هذه النهاية. طبعا لما نتكلم عن الثار وان الشخص لما يروح وياخذ بثار احد يحبه ويعزه هذا شيء جدا مرفوض، لان في حكومة وفي شرطة وفي محكمة وفي قاضي تقدر تلجأ حق هذول كلهم بدون لا تدمر حياتك، اما لما ما يكون في قانون رادع فبهذا الوقت راح نعتبر الثار هو القانون. فهذه كانت قصتنا اليوم وان شاء الله حبيت القصة وتعلمنا منها اشياء واجد وكانت عبرة. اما الحين خلوني اخليكم مع فيلمنا اليوم اللي اسمه Unbroken، هالفيلم العجيب اللي قصته واقعية، يمكن بالمستقبل اقول لكم قصته، هو مو قصة رعب بس قصة واقعية وعجيبة. تتكلم عن البطل الاولمبي وبطل الحرب لويس. لويس هذا اتوقع كانت بالحرب العالمية وكان هو بطيارة، تحطمت طيارته وطاحت بنص البحر وكانوا معاه اصدقائه، وتخيلوا وهم بالبحر يدورون اكل يبي يعيشون يبون شيء يشربونه، صارت معاهم احداث عجيبة، شوفوا المعاناة اللي عاشها. فاللي ما شاف الفيلم جد انصحك انك تشوفه. فبس اذا عجبك مقطع اليوم لا تنسى تسوي لايك وتنشر المقطع هذا بكل مكان اذا حاب تدعمني علشان نوصل اقرب وقت 1,000,000. يعطيكم الف عافية واللي جاي احسن.